استشفيت منكم طاقة إيجابية في الرد بتاعكم. السلام عليكم ورحمة الله. كفاية طاقة إيجابية. فكل كل 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 صورة من صور الحياة فيها الجانبين الموجب والسالب. ففي طاقة إيجابية اسمك إيه؟ وفي طاقة سلبية. تعال اسمك إيه؟ ندى. تعال. الصورة دي لوحدها. تعال يا ندى. عرف نفسك كده اسمك ومدرستك وقول ايه هي الطاقه الايجابيه. اسمي عبدالله نبيل نجار، بدرس بمدرسه مرشدي عمر الاعداديه بنوايا. ممتاز. والطاقه الايجابيه هي الطاقه الحلوه زي الفرح والسعاده وما يعني تبع سعاده. برافو برافو. يعني لو مثلا الأول على المدرسة. سقفوني. يا ده الله. هو تاني طاقة إيجابية فعلا. ده الجانب المعنوي من الطاقة الإيجابية. الجانب المعنوي اللي هو ركز عليه، وإن أهم حاجة في الحياة الجانب المعنوي للإنسان. إن هو تكون نفسيته فيها إيه؟ مسلم. ها؟ قول. طب ما عندكم قول. يكون إيه؟ الو انتوا خلي عندك عادي. قلت ايه؟ عادي. قلت كلمه تجيب لك كويسه. قلت كلمه جميله جدا. قول اللي هي ايه؟ ايوه قولها يعني. ماشي. انا هقول لك انت حتى لو ما قلتهاش. مشرق يعني. مشرق. مشرق. الطاقه الايجابيه للانسان اللي هو المفروض كلنا نحافظ عليه. لو انت خارج الصبح وقبل ما تنام طول اليوم لازم يبقى عندك طاقه ايجابيه. لان الطاقه الايجابيه مهمه عشان تصدرها للاخر. تصدرها لزميلك اللي قاعد جنبك، تصدرها لبابا، تصدرها لماما، تصدرها لاستاذك. فدايما الانسان اللي هو بيشاع طاقه ايجابيه الناس تحبه. ربنا يحبه ويكون لمسته وبصمته في الحياه بصمه جميله ايجابيه. ايجابيه يعني ايه؟ بناء. بناء يعني ايه؟ دايما تضيف الجديد المفيد. على عكس كده تماما في طاقة ايه يا ندى؟ سلبية. اي هي الطاقة السلبية؟ هي لما يبقى واحد مكتئب ويخلي الاخرين برضه مكتئب. برافو عليك. يعني عكس الطاقة الإيجابية المعنوية، المعنوية في طاقة سلبية. في حد زي ما ندى بتقول ممكن جدا الطاقة السلبية دي تؤدي في النهاية إلى الاكتئاب. تؤدي في النهاية إلى الكمول، إلى الانكماش، إلى وفي التالي هتؤدي وتوحد، وبالتالي ممكن الانسان ما يبقاش بناء في المجتمع. وعلى فكره الانسان من غير بصمه له في الحياه كانه غير موجود. طب يا استاذ، الانكماش دي يعني انه يقعد وحيد ما بيحبش يتفاعل مع حد؟ اللي هي ايه؟ انكماش. الانكماش فمهم جدا ان يكون في طاقه ايجابيه. من الامور المهمه جدا عشان يبقى عندنا طاقه ايجابيه التطلع دايما الى التعرف على المجهول. اقولها تاني، دايما التطلع على التعرف على الايه؟ على المجهول. والحياه مليانه بالمجهول. ايه بقى الطريقه في الحياه اللي ممكن تخليني اتعرف على المجهول بطريقه محدده؟ هو الاستطلاع. الاستطلاع ده بيساوي البحث العلمي. بيساوي ايه؟ البحث العلمي. برافو عليك يا ندى. الاستطلاع، حب الاستطلاع. عشان اعرف النجفه دي شغاله ازاي ده حب استطلاع. بس في النهايه لو عايز اعرف بطريقه علميه يبقى وراها بحث علمي، وهعرف ايه البحث العلمي اللي كان وراها حولها من ظاهره علميه الى تكنولوجيا. وده اللي كميه البحث العلمي والتكنولوجيا مهتم بيه جدا يا شباب، اللي هو البحث العلمي على اليمين والتكنولوجيا على الايه؟ ايه اللي بيربط ما بينهم؟ العقل البشري. العقل البشري وراء البحث العلمي ووراء التكنولوجيا، وهو اللي بيربطهم الاثنين ببعض. ودايما البحث العلمي ما هواش يعني احنا بنقوله كده مجرد رفاهيه وكده، لا. دايما البحث العلمي هو يعني نتيجه الحاجه قام بالايه؟ الاختراع. فانتوا جايين هنا في المركز عشان يبقى تتعلموا او تشوفوا بمعنى اصح التجارب اللي انتوا شفتوها الدكاتره وريها لكم دي كلها وراها بحث علمي، ودي كلها طلع منها تكنولوجيا. اي حاجه انت بتستخدمها في الحياه فيها تكنولوجيا. فطيب دي فلا